كنجلس كنسد عليا في الدار ما كنبقى ندوي لا في التليفون ولا في حتى شي. توضاي باش نفري من اخرك. دونك انا ما بقيتش غادي نتعصب مي غادي نجاوبك. ما كتعطينيش الاكسجين، ما كتخلصنيش. لا كاتيجوري ديال الناس اللي خاصها تسبك فابور، والبراني البراني كيشجعوه جو سي. هي شوف ما نقدروش نقولوا بلي الناس اللي كيسبوا ولا اللي كيشتموا قلت التربيه، باسكو كيقدروا يكونوا والديهم مربينهم احسن تربيه، مي هادشي راه ما فرش والديهم، حيت والديهم كون ساقوا الخبر بلي ولادهم كيديروا بهذا المستوى ما غاديش يخليوهم، يعني فهمتوا؟ يعني ما نقدروش نسبوا هادشي في العائله اكثر ما نقدروا نسبوها في هذيك لا بيرسون بالضبط اللي كتسب، باسكو هذيك لا بيرسون بالضبط ما متسامحاش مع نفسها وعندها عقد وما قدراتش تخطاهم. دونك فاش الواحد ما كيقدرش يتخطى واحد العقد داز بهم في حياته كيخرجهم في الناس. دونك انا هذه هي ليكسبليكاسيون اللي نقدر نعطيهم، ما نقدرش نلوم الوالدين ليكم فاش كيطلع لي الدم ولا كيكون عندي مشاكل. انا واحد الانسان اللي كناخذ واحد العزله كنجلس كنسد عليا في الدار ما كنبقى ندوي لا في تليفون ولا في حتى شي حاجه. انا الشخصيه ديالي دايره فحال هكا. دونك غير سمحوا لي وما تديوش عليا الا غبرت، ماشي ضد فيكم ولا ما بغيتش نهضر معكم، غير انا الظروف ديالي كتخليني ندير هذيك العزله. واش هذا الزمان خاصك تكون فيه قبيح ولا تكون ظريف؟ دونك انا دابا كنطرح عليكم هذا السؤال، دابا بغيت الراي ديالكم نتوما. واش في هذا الزمان الوقت كتبغينا نكونوا قباح ولا ظريفين؟ دونك انا ما بقيتش غادي نتعصب مي غادي نجاوبك. ديجا مريضه، ديجا اول حاجه مريضه. سمعوا يوسف الناحي نال حي شنو كتب. الموضوع هو سيري توضاي باش تنفري من اخرك. شنو علاقتها هادي بهادي وشنو علاقتها هادي بهادي؟ ما فهمتش هاد الكومونتير، عافاكم الا قدرتوا توضحوا لي شنو هو هاد الكومونتير. ما فهمتوش واش بنادم مريض فيه الرواح وشوف شنو كيسيري توضاي باش avec qui tu vas parler avec qui tu vas parler. دابا حتى الا بغيتي تقنعو هو اصلا مقتنع بداك الشيء اللي عنده في دماغه، واش فهمتوا؟ يعني ما يمكنش ليك تتناقش مع هذا الانسان. شنو فاش كتسمعوا قبيح شنو كتعني قبيح؟ حيت انا خديت قبيح بواحد المعنى واحد اخر. يعني بالنسبه ليا قبيح هي انك خاصك تكون صارم وما تكونش على عاطفه، ما تكونش غير العاطفه، يعني سواء كانت في الخدمه ولا في شي حاجه اللي خاصك تكون فيها ضروه ما تخدمش فيها العاطفه. انا هكا خديت القباحه. كيفاش نتوما خديتوا القبيح؟ بالنسبه ليا الواحد الا كان قاصح ما صافي با يدير كي هو خايب، نو بلاكس بلاكس. القصوحيه ولا تحيد العاطفه في الخدمه ولا شي حاجه بلاكس كتعطيك واحد الكاريزما، كتعطيك واحد القوه ديال الشخصيه، فيها بزاف ديال الحوايج. باسكو الواحد فاش كنقولوا ضعيف، فاش كنتكلموا على واحد ضعيف خاصنا نشوفوا السياق ديالو منين جا هذاك الضعف ديالو. باسكو ما يمكنش الواحد يجي ويكون ضعيف ولا واحد اخر يجي ويكون قاصح ولا كيف كنقولوا قبيح. ديما كيكون واحد الحوايج اللي خلاوه يوصل لهذاك لو ستاد ديال سوا الضعف سوا ديال القصوحيه. يعني كيكونوا تكونوا، ما يمكنش يجي واحد ويولي قاصح وما يمكنش يجي واحد ويكون ضعيف. كتلقى الضعف سواء كيجي بقوه القمع او بقوه كيفاش كبار وديما كيعطي هو طيب. كتلقاه انسان طيب غير هو الطيبوبه كتكون عنده زايده. يعني نعطي مثال بسيط بحال مثلا نقول لك انا دابا بحال مثلا انا عندي هاد التريكو ياك، وجا عندي واحد ظريف وقال لي زوين هاد، اولا جا عندي واحد وقال لي زوين هاد التريكو. انا هي الظريفه غاجي عندي واحد يقول لي زوين هاد التريكو، يقول لي هاك خودو. واش هذيك خودو راه انت كتهبط من راسك. واش نسون انا عطيت مثال بيتيتغ كو هاد المثال ماشي كوريكت، مي حاولت نعطي مثال بسيط. يعني واحد غادي يجي عندك غادي يقول لك مثلا عجبني عندك هاد السيلو، واحد غايقول لك واو زوين عندك هاد السيلو، تقول ليه خودو؟ هادشي فاش كتقول هذيك خودو هذيك كتبين على الطيبوبه ديالك. واش فهمتوني؟ ما عرفتش واش تفهموا هذا المثال اللي فين انا اعطيه.
اما فاش تقول لي وي وي زوين زوين عرفتي بشحال هاد السيلو هذا راه تقام عليا وعرفتي شنو دوزت بيه هادشي كيقول اه خاصني نمشي نشري بحال هذاك السيلو فهمت ما يقدرش يقول لك عطيه ليا تشوفها بحال كتسد عليا هذاك الباب واحد اخر يقول لي خذو قبل ما يقول لي عطيه ليا واش فهمت يعني كاين جوج دو بيرسوناليتي ما نقدروش نكذبوا على راسنا خاصنا نعترفوا باللي الاختلاف في هاد البسيطه في هاد الارض اللي كنعيشوا فيها هو اللي كيخلينا معايشين مع بعضياتنا باسكو ما يمكنش يكون كلشي زوين كلشي واعر كلشي مقاد ايولي الملل كلشي مقاد كلشي دغوا كلشي ما يمكنش ضروري خاص يكون هذاك هذا يعلم هذا وهذا يكون فايت هذا وهذا قل من هذا وهذا فوق من هذا يعني بزاف ديال الحوايج بغيت نغلاض حبيبتي بغيتي تغلاضي ما عندك ما ديري بالغلطة صاحبتي ما كنتبش عليكم ما عنديش ما كيعجبنيش الغلطة عندك ما ديري ما أباغي لا إلا نتي كيعجبك لا جو سي با شوف أنا نية وربي فوق من كل واحد فينا وديما مول النية كنفضل تبقى نيتي زوينة فهمتو جو بريفير بغيت نوصل لكم هي ان الاذواق تختلف انا ما يمكنش ينفرض راسي على الناس ونقول لهم بغيوني وحبوني وعافاكم لما كونوا معايا زوينين ما يمكنش لي نطلب هادشي من الناس باسكو الناس اراء والاراء ديالهم تختلف ما يمكنش ينفرض راسي على الناس ونقول لهم بغيوني راه ما يمكنش كلشي يبغيك كيف ما يمكنش كلشي يكرهك خاصكم تعرفوا الناس اللي ما كيبغيوناش راه كاينين الناس كيبغيونا فهمتوني يعني راه كيف ما كاين هكا دونك انا فاش كتجيو تقولوا لي ولا كتبداو تبارطاجيو معايا لي كريتيك ديال الناس واخا انا ما كنبغيش نشوفهم واخا هكاك ما كيهمونيش اي اون بلوس دو سا انا عارفاهم كاينين والله ما نكذب عليكم لي زامي كو ما كياثروا عليا في حتى شي حاجه ما كياثروا عليا في حتى شي حاجه وما كياثروا على حتى شي واحد في واحد اخر اللي في نفس المجال باسكو حنايا عارفين بلي الاراء تختلف والاذواق تختلف علاش انا غادي ندخل في واحد الحرب بيني وبين راسي ونبقى نقول علاش هذا ما كيبغينيش وعلاش ما يمكنش بون انا جاوبت على واحد لو كومونتير اللي قال لك كاينين حساد وسميتو راسي نورمال راسي نورمال عباد الله مالي انا واحد الانسان بيرفكت لي خاص كلشي يبغيني راه ما يمكنش وناس كبار وما عرفتش فين كاينين وعندهم الحساد وعندهم الناس كيبغيوهم وعندهم هادي يعني راه بحال هكا الحياه علاش نتحسس من واحد انا ما كيبغينيش الله يسهل عليه اي بيتيتغ كو هو كيبغي واحد الانسان واحد اخر وكيشجعو الله يسهل عليه يعني انا فين ضرني ما كتعطينيش الاكسجين ما كتخلصنيش ما كتخدمنيش ما كتجيبش ليا كفه ديال الماكله ما كت حتى شي حاجه دونك ما كتهمنيش ما نكذبش عليك الا كان واحد الحب اللي غادي يكون صديق وزوين وبدون مقابل مرحبا به ولكن الا كان داك الحب اللي مشكرف ما نكذبش عليك ما عندي ما ندير به هادي غير فقط لي توضيح اون بلوس دو سا ما كنقولش هاد الهضره باش تبغيني مشكلة دابا كيف ما كدير معهم وحلا يعني كتجاوب على الأسئلة مشكلة ما جاوبتيش على السؤال مشكلة عطيتي واحد الإجابة مقنعة مشكلة ما عطيتيش إجابة مقنعة أنت يا مقارج يعني كيف ما درتي فأنا غادي نعطي واحد الرأي شخصي على لي كومنتير اللي لاحظتهم ماشي غير عندي ولا عند بزاف ديال لي زارتيست لاحظت واحد الحاجه بلي ان المشاهد ماشي كلشي ما كنعممش باسكو كاينين الناس كيفكروا وكيعرفوا يدوي وكاينين الناس لا كيف قلت لكم في العالم كاين هكا وكاين هكا يعني هذه حقيقه مي لاحظت بلي في لي كومونتير ديالنا حنايا المغاربه كنطيحوا بزاف بلي زارتيست ماروكان ما عرفتش علاش ما عندي حتى شي جواب على هاد النقطه ما كرهتش شي واحد اوموا يجاوبني ما عرفتش علاش كنطيحوا بالارتيست جو سي با بغيت نلقى غير جواب مقنع ما كاينش سبان والشتم وما عرفتش واحد الحقد وواحد البغض على والو يعني فنان كيدير غير واحد الخدمه كيعطيها للمشاهد
وكيدير واحد المجهود عليها نقدروا نقولوا وي يكونوا لي كريتيك، ولكن باش تسب ليه العرض ديالو وتسب ليه عائلته وتسب ليه الشكل ديالو ما كنفهمش، ما نكذبش عليكم انا ما فياش هذاك الشيء، وما كنعرفش كيفاش هذوك الناس كيقدروا يذوب هذاك المستوى. الا كانت عندكم شي اجابه على هاد لي رياكسيون عطيوها ليا، فيدوني باسكو ما حنايا لي زارتيست عمر ما عندنا شي اجابه على هاد الشيء، وما عمرنا ما كان كيبقى فينا الحال، وي كيبقى فينا الحال باسكو كتشوف الشعب اللي حنايا كنبغيوه كيسبك صعيبه يكذب عليك الكذاب يقول لك لا ما صعيباش، الشعب ديالك اللي نتايا نورمالمون خاصو يشجعك ويطلعك الفوق وكيهبطك للارض، دونك سي نورمال كتبان لك في شكل اي جو كومبرون كاين دي زارتيست اللي كيطلعوا مع ما كيقدروش يتغلبوا على هذوك الانتقادات كيوليو قباح وكيوليو يدوا في السطوريات في شكل وادي، فهمتوا سي نورمال كاي واحد. دابا حنايا وصلنا لواحد الحد اننا ولفنا باللي عندنا واحد لا كاتيجوري ديال الناس اللي خاصها تسبك فابور بدون شيء، خاصها تسبك علاش الله اعلم، والبراني البراني البراني في برا وداك الشيء كيشجعوه جو سي با. مجله لالا العروسه اخبار حصريه بجوده عاليه، لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الاخبار.